متتبع قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. في هذا الاثناء دخول شخصيات عسكرية وايضا الجنرال دكور دارم حرامو. في هذا الاثناء دخوله للترحم واحياء ذكرى 26 لرحيل المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه، في انتظار وصول عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني. في هذه الأثناء ننتظر وصول عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني. في هذه الأثناء صباح اليوم عدد من الشخصيات المدنية حضرت، وأيضا مسؤولين على الحكومة المغربية وزراء حضروا هنا بقلب عاصمة الأنوار، بالضبط بضريح محمد الخامس بالرباط للترحم على صاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني. شخصيات مدنية وعسكرية تتوافد، شخصيات مدنية وعسكرية تتوافد على ضريح محمد الخامس للترحم على المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه. بقوا معنا مشاهدينا الكرام متتبعي قناة شوف تي في، ما تمشوا فين، خليكم معنا في هذا البث المباشر، ما تمشوا فين، بضع دقائق وسيصل عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني. هي شخصية رفيعة المستوى حاضرة هنا انتظار وصول المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي.
الناس الذين يتابعون هذا البث المباشر. أيوب بوتنين من مدينة صفرو، نحييك من عاصمة الأنوار الرباط. حاولوا تفعلوا. رضوان قال لكم الله يشافي ملكنا عزيز ويخليه لنا، راه عزيز عليه الشعب ديالو، راه بلادنا بلد الامن والامان. اكيد رضوان نحن بلد الامن والامان. يعني تشوفوا مشاهدينا الكرام في انتظار وصول المدير العام للامن الوطني. شخصيات عسكريه في هذه الاثناء تدخل الى ضريح محمد الخامس للترحم على المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. يعني شخصيات عسكريه مختلف الشخصيات العسكريه. يعني مشاهدينا الكرام لحظات معاد أمل. عاش ملكنا محمد السادس والشعب المغربي. أكيد عاش صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نحاول نتفاعل معكم مع الكومنتيرات ديالكم متتبعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر في انتظار وصول المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي. كل هنا ينتظر يترقب. يعني مشاهدينا الكرام هذه المملكة المغربية بلد الأمن والأمان والسلم والسلام. الله يخلينا بلادنا، الله يحفظها لنا من كل شر. مشاهدينا الكرام شخصية مختلف. عبد اللطيف الحموشي، انتظار عبد اللطيف الحموشي مدير العام للأمن الوطني. العين التي لا تنام خدمة لهذا الوطن الحبيب. مشاهدينا الكرام متتبعي قناة شوف تيفي، نحاول نتفاعل معكم مشاهدينا الكرام عبر تقنية الكومنتر. شخصية عسكرية الآن تغادر في هذه الأثناء تغادر ضريح محمد الخامس بعد الترحم على فقيد الأمة جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ترى. Thank you.
يعني شخصية مدنية فأثناء وصول المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي. مشاهدينا الكرام متتبعي قناة شوف تيفي، في هذه الأثناء المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي ديروا التيسات عندك الموضوع. عندك يعني مشاهدينا الكرام يعني كيف تشوفوا مشاهدينا الكرام هذا أثناء دخول عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، العين التي لا تنام خدمة لهذا الوطن، إلى ضريح محمد الخامس من أجل الترحم على روح فقيد الأمة صاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني. على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر، ما لي نقول لكم إلا سلام الله عليكم.